متابعي طنجة 24 سلام الله عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ميكرو أيوب. الحلقة ديالنا ديال اليوم حلقة خاصة ومختلفة للحلقات السابقة، حيث الحلقة ديالنا ديال اليوم عنصوروها مع أهل القرآن. خليكم معانا. يلا معانا. ودابا كيف ما كتشوفوا تلاقينا الطلبة تبارك الله منورين، نعرفوا الأسماء ديالهم بالخف وندخلوا الموضوع. شنو الاسم ديالك؟ أيمن هشيم. أيمن. أيوب الحرق. أيوب الحرق. اسمك فحال اسمي. عبد الباسط الفتنان. عبد الباسط ما شاء الله. وائل الديلال. وائل الديلال. الشباب عنسقسيكم، شكون اللي عنده شي قصة مع القرآن؟ شي واحد عنده شي قصة مع القرآن فيكم؟ تينا شنو القصة اللي عندك؟ انا امي تمنيت ان نكون بحال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. سبحان الله. وتحققت الامنيه وليت انا كنقرا القران دابا. سبحان الله. وسماتك عبد الباسط. عبد الباسط عبد الصمد. نعم. سبحان الله. وعندك الصوت قريب لي له ولا شويه؟ شويه تبارك الله. شي واحد فيكم اخر كاين شي واحد عنده قصه مع القران؟ يعني قل لي. الوالده ديالي ملي كنت في البطن ديالها كانت كتمنى اني نكون مقرا ديال القران، وكان عندي نكون حامل لكتاب الله ان شاء الله. ودابا الحمد لله ولله الحمد كنقرا القران، وان شاء الله ماشي في السير ديالي في القران. يعني الحمد لله الوالده حققت الحلم ديالها. الحمد لله. شنو تبغي تقول للوالده ديالك؟ كنقول لها شكرا على انك تمنيتي نكون في هكا، وان شاء الله كنتمنى نحقق الامنيه ديالك ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. عندك شي قصه مع القران اخي ايوب؟ اولا كيعجبك القران وصافي؟ كيعجبني القران بزاف. وائل عندك شي قصه مع القران؟ القران اولا شنو كيعني لك القران؟ انا القران اللي كنت باقي كنقرا في المدرسه العمومي ما كنتش كنقرا القران، ما كنت ما كنعرف والو غير داكشي اللي كيقراونا في المدرسه. ودابا ملي تعرفت على هذه المدرسه وتسجلت فيها بقيت كنقرا القران، عرفت قيمة القرآن وقيمة اللي كيحفظ القرآن، ولهذا حققت الأمنية للوالدين ديالي وحفظت القرآن ما شاء الله. أنسقسيكم، كيقولوا أن الناس اللي كيقراوا القرآن يعني ما كيخرجوا ما كيلعبوا كيبقاو القرآن قرآن. خي عبد الباسط شني؟ لا كنخرجوا كنلعبوا عادي بحال الناس عاديين، كنقراوا شوية نلعبوا شوية نتفرجوا شوية كلشي شوية شوية من حاجة صافي وحنا غادي الدنيا بحال تبارك الله. نتوما الدراري كتلعب كره كتسمع كلشي؟ كلشي. كيكون عندك وقت فراغ وكيكون عندك وقت خصك ضروري تقرا فيه. الناس اللي برا كيبان لنا حنايا في شكل فهمتي، كنخرجوا ما كنلعبوا القران، ولكن المؤسسه الحمد لله كتعطينا كل شيء والحمد لله. تعجبكم كره الدراري؟ شنو الفرقه كتعجبكم؟ من المغرب. من المغرب. اتحاد طنجه. اتحاد طنجه. الرجاء. الرجاء. الوداد. الوداد. الاتحاد. دابا عندنا شوف عندنا اتحاد طنجه، اتحاد طنجة والرجاء والوداد. صافي. المهم الدراري غنعمل معكم واحد التحدي بسيط، غتختاروا واحد الصوره مع بعضيتكم وكل واحد فيكم غيبدا مي غنقول له وقف غيكمل الاخر. مستعدين؟ مستعدين الدراري؟ واخا. شكون اللي فيكم غيبدا ان شاء الله؟ تبدا. شكون اللي موراه؟ تبدا. واخا. شكون الثالث؟ تينا. يعني تينا الرابع تبارك الله. يلا قربوا حدايا نعملوا واحد الشيماع. شوف نعملوا واحد الشيماع. قرب 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 عندي قرب قرب. دابا غتختاروا الصوره. شنو الصوره اللي غتختاروا؟ بقر. الله لا اله الا هو. انا ديال نقرا الشمس هناك الدليل نقرا من الرسول الشمس. يعني غتقسموا لا اله الا الله نقسم الله لا اله الا الله. صافي نتوما غتقسموا جوج. صافي الدراري تفاهمنا؟ يلا نشوفوا دابا حدا الكاميرا. قربوا هيدا. واخ دابا غنبداو مع عبد الباسط. يلا بسم الله. ملي توقف قول له، يعني في الساعه اللي توقف قول له بدا. ملي توقف قول لصاحبك بدا. صافي مشينا. يلا على بركه الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يبدأ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. ملي كتقراو القرآن كيفاش كتحسوا؟ نحس بشي حاجة قوية في الجسم ديالنا كتنور من القرآن كنحس بواحد الشعور حدا ومتغير على شي حاجة حدا. نحس بالراحة. بالراحة ملي كتقرا القرآن أخي أيوب باش كتحس؟ بالراحة وطمئنة. سبحان الله. باش كتحس؟ كتحس بالراحة والسكينة كما قال الله تعالى في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإلا جنود السماوات والأرض كان الله عليم حكيم. تبارك الله عليكم الشباب. شكرا بزاف نورتونا وإن شاء الله نزيد نزوركم مرة أخرى. رسالة نختموا بها للشباب اللي ما كيحفظوا شي قرآن الشباب اللي غير اللعب 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 شنو تقدروا تقولوا لهم؟ نبداو بك أخي عبد الباسط. نقدر نقول لهم نوصل لهم واحد الرسالة يحفظوا القرآن حيت القرآن هو كل شيء في الدنيا ومن طلعت سيد ربي يقدر يجازيك على هادشي اللي درتي وشنو نقول لهم؟ اجي مرحبا بكم تقراوا القرآن. اللعب ما عندهم ما يعمل الشباب بقوا اللعب 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 صافي ما عندهم ما يدار. اللهم يعمل شي حاجة تنفعهم في حياتهم في الدنيا والآخرة ماشي بقوا غير اللعب اللعب. تحفظ القران يجازك في الدنيا وحتى في الاخره. يعني الحمد لله كتحفظ القران كتلعب وكتعمل كل شيء. كنعملوا كل شيء عادي فحنا في اي واحد. تبارك الله. خي ايوب الشباب اللي غير اللعب ما كيقراو لا قران لا والو شنو تنصحوا؟ الشباب اللي ما كيحفظوش القران اللي لعب ماشين لا ما يمن مال في الدنيا والاخره. اللهم يحفظوا شويه ديال القران وشويه ديال اللعب. يعني شويه شويه. تبارك الله. الشباب اللي كنقول لهم انهم كيلعبوا بزاف كنقول لهم مرحبا بكم اجي المؤسسه ديالنا تقراوا القران راه حياتكم راه بلا قران راه ضايعه. القران زعما هو كل شيء. القران هو كل شيء. القران هو كل شيء في الدنيا وفي الدنيا وفي الاخره. تبارك الله. شكرا شكرا بزاف وكنتمنوا نكون جيت خفيف عليكم ياك. شكرا بزاف. كيف ما شفتوا متابعي طنجة 24 حتى هنايا كانت النهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. الحلقه اللي حاولنا انها تكون مختلفه على الحلقات السابقه وخليوا شي كلمه ديال الخير لهاد الشباب ودعيو مع الوالدين ديالهم حيت بصح الشباب بحال هادو قلالين. شكرا لكم. تلاقاو في موضوع جديد وحلقه جديده.